السلام عليكم. اليوم نتكلم على مشروع تاع التوسعة تاع تراموي تاع مدينة الصيف، والذي صادق عليه رئيس الجمهورية هذه حوالي 5 أو 6 أشهر، حيث أنه اتفقوا في أثناء مجلس وزراء على إعادة النظر في الميزانية تاع المشروع هذا، حيث أنه فيه يعني خطوط تاع توسيعة. وهنا نشوف أنه حسب الخريطة هذه هنايا، نشوف أنه الخط الرئيسي اللي راه موجود حاليا واللي فيه حوالي 20 كيلومتر. هو جاي يعني في طريقة من الشرق نحو الغرب، وفيه خطين توسيعتين آخرين جايين من الشمال نحو الجنوب. وكاين توسيعة ثالثة يعني اللي راهي هذيك مستقبلية، يعني على المدى البعيد، لوصول خط تراموي صيف إلى مطار عين رنات هنا في هذا الخط، وكذلك وصول تراموي بالجهة الشرقية باتجاه العلمة، إذن نحو منطقة التوسع العمراني والمدينة الجديدة نتاع ولاد صابر هنا. ونشوف هنا في خريطة أخرى التوسعة هذه، في اقتراح آخر كذلك فيه توسعة أخرى، هذا خط الطريق هنا بالرمادي طريق السيار. ثم عندنا هنا الخط التوسعة الجديدة هذه المقترحة، والتي سوف تنطلق الإشغال بها في غضون 2023 أو 2024. إذن هذه هي التوسعة الجديدة اللي راح تمد يعني للمدينة تاع الصيف زخم كبير، وتعطي لها أهمية أكيدة في الخريطة الوطنية، وتعطي لها يعني بعد يعني كبير جدا، حيث أنه الآن أصبحت مدينة الصيف بول، يعني قطب اقتصادي كبير جدا. وهنا نشوف على الخريطة تاع جوجل أرث الخط الموجود حاليا، هذا الخط أفقي من الشرق إلى الغرب، وفيه توسيعات المقترحة، واللي إن شاء الله سوف تبدأ الأشغال بها في المستقبل العاجل. شوفوا هنا الخط الأول ينطلق باتجاه المنطقة الصناعية نتاع مدينة الصيف، والخط الآخر ينطلق باتجاه القطب الجامعي هنا بالشمال الشرقي لمدينة الصيف. سوف يكون لنا قطب حضاري وقطب يعني عمراني، ومدينة كبيرة بحجم القارة الجزائرية، وتقع في وسط يعني في الهضاب العليا، يعني تقع في تقريبا في وسط البلد. وإن شاء الله هذه المشاريع كلها ترى النور في السنوات القليلة القادمة، يعني تبدأ في القريب العاجل في 2023، وعلى أبعد حد تكون في 2024، لكن تنتهي الأشغال بها في الـ يعني الـ في الـ في الـ المدى المتوسط إن شاء الله. ثم كما قلنا الامتدادات باتجاه المطار وباتجاه ولاد صابر تكون في المدى يعني البعيد، حوالي يعني بنهاية 2030 ولا 2032. وبذلك يكون عندنا كما هنا نشوف الوريزون لو ريزو دي تراموي الوريزون دو 2030. إذن هذا هو يعني المدى المنتظر، وإن شاء الله تكون هذه كل هذه المشاريع ترى النور في هذيك من هذاك الوقت، وتكون عندنا مدينة كبيرة اقتصادية في وسط البلاد يعني.